بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على تمام الأكملين على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم آدم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وتوفيقا وسدادا ورشادا يا رب العالمين. وهذا مجلس جديد متجدد مبارك إن شاء الله في قراءة كلام ربنا تبارك وتعالى وما يكون فيه من تصحيح التلاوة والتجويد والتفسير وقراءة المتون التجويدية. وانتهينا من تحفة الأطفال، ونحن إن شاء الله اليوم سنبدأ في متن الجزرية إن شاء الله عز وجل. ويبدأ ابننا فارس بعد أن استأذن من والدنا أحسن الله إليه في قراءة بدايتها. تفضل يا فارس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه قراءة في متن الجزرية للإمام محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف المعروف بابن الجزري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على تمام الأكملين على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. إنما بعد كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، نسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. هذه عشرة أشياء ينبغي لطالب العلم كلما بدأ فنا جديدا أن يكون ملما بها، وهذه للصبان رحمه الله. وعلى مثلها قام الإمام المقري رحمه الله بنظم شيء قريب من ذلك، بنظم شيء قريب من ذلك، حيث قال رحمه الله: من رام فنا فليقدم أولا علما بحده وموضوع تلا وواضع ونسبة وما استمد منه وفضله وحكم يعتمد واسم وما أفاد والمسائل، فتلك عشر للمنى وسائل، وبعضهم منها على البعض اقتصر، ومن يكن يدري جميعها انتصر، ومن يكن يدري جميعها انتصر. هذا الكلام للإمام المقري التلمساني رحمه الله، لكن سبقه في ذلك الإمام محمد علي الصبان متوفى سنة 600 و1000، وذكرنا ما قاله في ذلك. فالمقصود الآن بالنسبة للكتاب هو يعرف بالجزرية اختصارا نسبة لمؤلفه محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي المتوفى سنة 33 و800. ولكن التسمية الكتاب المقدمة فيما يجب على قارئ أو نقول المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه. واختصرت المقدمة الجزرية، وهو متن في علم التجويد، هو متن في علم التجويد. مؤلفه كما قلنا محمد ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن يوسف الجزري الدمشقي العمري الشيرازي الشافعي المعروف بابن الجزري. عدد أبياتها قاف زاي في العدد، قاف زاي في العدد، يعني أبياتها 107 أبيات، وهي على بحر الرجز، ونظمها سنة 98 و700، نظمها سنة 98 و700، يعني قبل وفاته بـ35 سنة رحمه الله، بـ35 سنة رحمه الله. وقال أبياتها قاف وزاي بالعدد، من يحسن التجويد يظفر بالرشد، لأن حرف الزاي يقابل الرقم 7، وحرف القاف يقابل العدد 100،
فيكون المجموعة في حساب الجمل، في حساب الجمل 107، وفي نسخ أخرى أبياتها 19 و100، 19 و100 كما ذكر ذلك عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم في الدليل إلى المتون، إلى المتون العلمية. وابن الجزري رحمه الله لم يضع عناوين فرعية بين أبيات المنظومة، لكن الذين أتوا بعده هم الذين وضعوا هذه العناوين ليسهل على طالب العلم أن يعرفها. فقالوا مقدمة المصنف من الأبيات من 1-8، باب مخارج الحروف من 9-19، باب صفات الحروف من 20-26، باب معرفة التجويد من 27-33، باب الترقيق من 34-40، باب أحكام الراءات من 41-43، باب التفخيم من 44-49، باب أحكام الإدغام من 50-51، باب الضاد والضاء من 52-61، باب النون والميم المشددتين والساكنتين من 62-68، أحكام المد من 69-72، الوقف والابتداء من 73-78، باب المقطوع والموصول في الرسم من 79-92، ومنهم قال باب المقصوع والموصول في الرسم، باب هاءات التأنيث من 93-99، باب الابتداء بهمزة الوصل من 100-103، باب الوقف على آخر الكلم من 104-105، خاتمة المقدمة من 106-107. إذن لما نتأمل في هذه العناوين يظهر لنا أيها الكرام الفضلاء كما قال غانم قدوري في شرح المقدمة الجزرية، يقول يظهر لنا أنها تحتوي على جميع الموضوعات الأساسية في علم التجويد. شروحاتها تجاوزت 50 شرحا أيها الكرام الفضلاء، تجاوزت شروحاتها 50 شرحا، فمنها ما كان شرحا مختصرا مثل شرح الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله الدقائق المحكمة في شرح المقدمة، هذا عبارة عن شرح مختصر جدا سبحان الله لهذه المقدمة الجزرية، ومنها ما كان شرحا متوسطا، ومنها ما كان شرحا متوسطا، ومنها ما كان شرحا مطولا هي في المنح الفكرية في شرح المقدمة الجزرية لملا علي القاري المتوفى سنة 14 و1000. فتعددت شروحها وكثرت شروح هذه المقدمة. كما قلت لكم شرح الدقائق هذا شرح مختصر، شروح أيضا الإمام القسطلاني شرح شرحا متوسطا لها سماه اللآلئ السنية في شرح المقدمة الجزرية، حققه الشيخ محمد ابن التميم الزعبي، هذا حقيقة خدم المتون، خدم الشاطبية وخدم الجزرية إلى غير ذلك. أيضا الشيخ أيمن سويد شرحها في 16 شريطا وجمعت في كتاب طباعة مجمع الروضة الندية في 56 و100 صفحة، في 56 و100 صفحة. أيضا ابن يلوشة عنده شرح اسمه الفوائد المفهمة أيضا لشرح المقدمة الجزرية، وأيضا الضباع له شرح اسمه شرح الجزرية، وأيضا الشويكي له اللآلئ الذهبية في شرح المقدمة الجزرية. فعلى كل حال يعني شروحاتها كثرت وانتشرت، فأي شيء وقع تحت يديك من شروحات لها فلا بأس أن تقوم بقراءته، لا بأس أن تقوم بقراءته تحت إشراف شيخ يكون معك لكي يوضح لك ما يكون في هذه المقدمة كما هو قالها. طيب أنا الآن أريد أن أتناقش معكم في قول المصنف إن مبادئ كل علم 10، إن مبادئ كل علم 10 الآن، أو إن مبادئ كل فن 10. الحد ما هو الحد الآن؟ الآن إحنا الآن نريد أن ننزل هذا الكلام على المقدمة الجزرية، فما هو المقصود هنا بالحد؟ ما هو المقصود هنا بالحد؟ مشايخ التجويد يا شيخ، أنا ممكن لا، الحد
اكتبوا هذا الكلام. الحد معناه التعريف، ومنها حدود الأرض يعني معرفاتها، يحدها شمالا شرقا جنوبا غربا، هذا معنى الحد. الحد هو التعريف. فهنا الآن لما نأتي الآن بنتكلم على المقدمة الجزرية، فلما نأتي نعرفها ماذا نقول عنها في جملة مختصرة جدا؟ ماذا نقول عنها؟ أنا الآن ذكرت لكم يا شباب، خذوا من كلامي التعريف يا شيخ. أه؟ التعريف يا شيخ الموضوع. أنا الآن أقول لكم أريد أنزل هذا الكلام على شرح المقدمة الجزرية، الآن المتن الذي بين يدينا. أقول لكم ما هو حده، ما هو تعريف الكتاب اللي احنا بين يدنا؟ هو كتاب وضع في علم التجويد، صح ولا مو صح؟ صحيح يا شيخنا. أي طيب، هذا اللي بنحكي عنه يا أخوان، احنا ما بنخترع الذرة. يعني الحد الآن تعريف الكتاب اللي بين يدينا ده، المقدمة الجزرية. إيش تعريف هالكتاب؟ هو كتاب وضع في علم التجويد. بعدين ناتي إن شاء الله هنعرف علم التجويد في نظم لما نتعرض إلى المنظومة. طيب، ما هو موضوعه؟ ما هو موضوع هذا الكتاب الذي بين يدينا؟ ما هو موضوع هذه المنظومة؟ ما هو موضوع هذه المنظومة؟ القرآن الكريم. القرآن الكريم، القرآن الكريم موضوع هو القرآن الكريم. هو هي علوم التجويد، لكن إيش الموضوع اللي بيدرسوا علم التجويد هنا؟ بيدرس إيش؟ بيدرس السنة ولا القرآن ولا إيش بيدرس؟ القرآن. القرآن. أي ممتاز، هيدرس القرآن. طيب، ما هي ثمرته؟ ما هي الثمرة الآن؟ إحنا نجتمع هنا ساعة وساعتين وكذا، وأنتم تركتم أعمالكم وأهليكم إلى غير ذلك، ومجلس من مجالس إن شاء الله الذكر وتحفون الملائكة. ما هي الثمرة من أن إحنا جالسين مع بعض ونقرأ وننزل المتون ونقرأها؟ وش الثمرة؟ قراءة القرآن بالطريقة. قراءة القرآن بالطريقة التي ينزل بها. أكيد. إن هو تصحيح تلاوتنا وحفظها من اللحن والغلط، صحيح؟ صحيح. ايوه، هذه هي الثمره. طيب، ما هو فضله؟ ما هو الفضل هنا الان؟ ما هو فضل هذا الامر اللي احنا فيه؟ ما هو فضله؟ ما هو منزلته؟ ما هو منزلة هذا العلم؟ مع السفر الكرام البراء. اي ممتاز، خذ عندك يعني يقال القرآن اقرا وارتقي ورتل كما كنت ترتل. وايضا الذي يقرا القران هو به ماهر، حيث عائشه مع السفره الكرام المرره، والذي يقراه يتتعتع فيه له اجران. ممتاز. طيب، ونسبه يعني لما نقول ونسبه يعني اشاره الى علاقه هذا العلم بالعلوم الاخرى، اشاره هذا العلم بالعلوم الاخرى. يعتبر هذا العلم، علم التجويد، ينسب إلى أي نوع من العلوم؟ العلوم القرآنية يا شيخ. ممتاز. العلوم الشرعية، أحسنتم، العلوم الشرعية القرآنية. ممتاز، أحسنتم. نعم، أحسنتم. نعم، نسبة العلوم الشرعية القرآنية. طب وش الدليل؟ وش الدليل؟ بتكلم في التجويد. اي ممتاز. ورتل القرآن ترتيلا. يا سلام، ممتاز. نسبة وفضله. والواضع يعني من هو أول من ألف في علم التجويد؟ من هو ألف في علم التجويد؟ الخطاني يا شيخ. ممكن أول من ألف في علم، أول من وضع قواعد هذا العلم، الخليل بن أحمد الفراهيدي. وأول من دون فيه هو ابن الجزري رحمه الله. هو ابن الجزري رحمه الله. نعم شيخنا، قواعده. نعم. ما في أحد العلماء لقب الحقاني أو الخاطاني يا فارس. فهم السؤال نصف الإجابة، فهم السؤال نصف الإجابة. سؤالنا واضح، من هو أول من
أول من كتب في هذا العلم، بعدين الخاقان وغيره نتكلم عنهم في مظانهم لما نأتي إليهم، نتكلم عنهم في مظانهم لما نأتي إليهم. الله يرضى عليكم. دائما أحباب الكرام فهم السؤال هو نصف الإجابة، ولا تفرعوا يمنة ويسرة. أول من وضع قواعد هذا العلم الخليل بن أحمد الفراهيدي، وأول من دون فيه ابن الجزري في كتابه التمهيد في علم التجويد أبو الخير محمد بن محمد بن الجزري، وكان ذلك في القرن الثالث الهجري. وجمع أبو عبيد القاسم بن سلام القراءات في كتاب سماه كتاب القراءات، واستخلص فيه قواعد هذا العلم من خلال تتبع قراءات أهل العلم في ذلك. وحنا لما نأتي في علم القراءة ربنا ينسى في الأعمار، إذا انتهينا بعدين جينا في شعبة وجينا في كذا وجينا في كذا إلى غير ذلك نتكلم نفي. نسبة فضله هو الواضع والاسم. إيش اسم هذا العلم؟ ما اسم هذا العلم؟ علم التجويد. أحسنتم. هو اسم والاسم الاستمداد. من أين يستمد هذا العلم؟ من أين يستمد هذا العلم؟ القرآن. من القرآن. أي نعم، من القرآن ومن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم التي نقلها السلف رحمهم الله، التي نقلها السلف رحمهم الله. وقال تعالى ورتل القرآن ترتيلا. الاسم الاستمداد حكم الشارع. ما هو حكم هذا العلم؟ فرض كفاية ولا فرض عين؟ فرض عين. شيخ يعني لما قال ابن الجزري والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل وهو حلية التلاوة إلى آخر ذلك. هل فعلا أن علم التجويد واجب حتم، ومن لم يتعلمه فإنه يأثم؟ صحيح. شيخنا حكم تعلمه شيخنا كفاية، لكن تطبيقه في المصحف عين. أولا نقول أيها الكرام الفضلاء، اللحون لا تخلو إلا أن تكون نوعين: لحن جلي يحيل المعنى ويبطله، ولحن خفي. اللحون الجلية مثل أن تقول صراط الذين أنعمت، فهذا لابد لك أنك تتعلم القراءة الصحيحة. أما من حيث الغنة وهذا واجب على كل مسلم أن يتعلم مثل هذا، أما من حيث الترقيق والتفخيم والاستفال والإصمات والإذلاق وأحكام السكر والتنوين وأحكام الرآت فهذا فرض على الكفاية. ولكن ليس معنى ذلك لما نقول فرض على الكفاية إنك معناه أنك أنت إيش؟ أنك أنت تذهله وأنك أنت ما تتعلمه، لا نقول ذلك، لكن نقول أنه ما دام قرأت قراءة صحيحة حتى ولو لم يكن فيها أحكام المساكن والتجويد، لكن ما فيها لحن جلي فلا حرج في ذلك، تدخل في حديث ومن يقرأه يتتعتع إيش فيه وهو عليه شاق له أجران. لكن إذا كنت إماما تصلي بالناس وكذا فأنه يعني كما قال الشيخ بن باز يحسن بك، وكذا الشيخ بن عثيمين يحسن بك أن تتعلم ويحسن بك أن تجتهد في طلب هذا العلم، لأنه يعني أم القوم أقرأهم لكتاب الله، وقيل في أقرأهم قيل أحفظهم، وقيل في أقرأهم ما أحفظهم أيضا أتقنهم. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وفي المجلس القادم إن شاء الله في الأعمار على الخير الآجال إن شاء الله عز وجل نتكلم على نالج مباشرة وندخل في بداية هذا السفر وهذا المتن المبارك، وهذا أوان الشروع في المقصود. ونحن اليوم مع سورة، إحنا سورة إيش اليوم إن شاء الله؟ النحل. يا سلام، سورة النحل، سورة النعم. هذه السورة اسمها سورة النعم أحبابي. نحن اليوم مع سورة النحل. سورة النحل هي سورة مكية، وآياتها 28 و100، وقيل هي مكية وهذا عليه الإجماع، ومنهم من قال مكية عدا آيتين 26 و100 إلى عدا 3 آيات معذرة إلى 28 و100، وهي تعتبر من المئين.
وترتيبها مصحفيا 16، وتقع في الجزء الرابع، هي السورة الثانية والأخيرة في الجزء الرابع، معذرة الجزء الرابع عشر، هي السورة الثانية والأخيرة في الجزء الرابع عشر بعد سورة الحجر، وترتيبها نزوليا بعد سورة الكهف. بعد سورة الكهف استفتحت بالفعل الماضي الذي يدل على الاستمرارية وعلى الوقوع لا محالة، أتى أمر الله فلا تستعجل. وهي سورة فيها سجدة في الآية 50، ولماذا سميت بسورة النحل؟ لورود ذلك فيها: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. والله يقول إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فالله عز وجل ذكر من الحشرات عالم الانتومولوجي، يسموه عالم الانتومولوجي اللي هو عالم الحشرات، ذكر الله عز وجل وسمى به أسماء سور لما فيها من الفوائد، فسمى سورة باسم النحل وسمى سورة باسم النمل، صحيح؟ نعم نعم. طيب وإيش تاني سور باسم الحيوانات ذكرت في القرآن؟ العنكبوت شيخ. العنكبوت حشرات انتمولوجي. البقرة. ولا شك ولا شك احنا نقول نحن اسمعوا اسمعوا اسمعوا، نقول كل حشرة حيوان وليس كل حيوان حشرة، هذه يعتبر يعني يسموه ساينس تيرمينولوجي، هذا ساينتفكس تيرمينولوجي، مصطلح علمي. كل حشرة حيوان وليس كل حيوان ايش؟ خلينا نشوف المصرف في عندي سلف ناخذها بكره نشتريها. ها؟ ها؟ حشرة. وليس كل حشرة حيوان وليس كل حيوان حشرة، لأن عالم الحيوان هذا اللي هو اللي يسموه الأنيمال وورلد، هذا الزولوجي، عالم الحيوان يشمل الحشرات وغير الحشرات، فنقول كل حشرة حيوان تحت عالم الحيوان، ولكن ليس كل حيوان حشرة، في منه الزواحف، منه الحشرات، منه ذوات الأربع، و و و والله خلق كل دابة مما، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع. طيب الآن لما نذكر أسماء الحشرات في أسماء الحشرات في القرآن، إحنا قلنا ما سمي به سور اللي هو النمل والنحل والعنكبوت، في سور ثانية سميت باسم الحشرات؟ مشايخ أيوة شو؟ ما فيها. ما فيها النحل والعنكبوت. طيب هل ذكرت حشرات أخرى في القرآن؟ نعم يا شيخ. طيب أي مثل ماذا؟ طيب طبعا شوفوا حبايبي، شوف حبايبي. طيب مثل البعوضة، تمام حلو. وإيش تاني؟ الذباب. السلام. لا احنا خلاص احنا اتفقنا، احنا الان انا الان افهموا السؤال، تكلمنا قلت لكم اذكروا اسماء السور التي ذكرت باسماء الحشرات، فقلنا هي النحل والنمل والعنكبوت حسب ترتيبها فين في المصحف. طيب نريد الحشرات الاخرى التي ذكرت في طيات الايات. البعوضة، ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، هذه سورة البقرة. طيب وايش ثاني؟ الذباب يا شيخ. أيوة الذباب، ممتاز. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ممتاز. إيش ثاني؟ البقرة والكلب ما يعتبر من الحيوان، ما يعتبر من الحشرات، هو من الحيوان، احنا قلنا كل حشرة حيوان وليس كل حيوان حشرة، هذول حيوانات وليس حشرات. طيب يا جماعة، دودة الأرض. دودة الأرض التي أخذت من السائل لسليمان عليه السلام، الدودة. يا سلام، سبحان الله. نعم ممتاز. طيب إيش ربنا قال في الآية هذه؟ إيش ربنا قال فيها؟
وما دلهم على موته إلا دودة. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته اللي هي الأرض. ممتاز أحسنتم. طيب وماذا وماذا بعد اللي بيطلع في الرأس؟ هذا اللي بيطلع في الرأس حاشاكم القمل اللي ربنا اذا ربنا أرسل على بني إسرائيل القمل. أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل. أهو اثنين مع بعض جونا الجراد وجاءنا الجراد والقمل. هذه هي الحشرات أحباب الكرام التي ذكرت في القرآن لتعلموا أن هذا القرآن عظيم سبحان الله، لا يشبع منه العلماء ولا يشبع منه البلغاء ولا يشبع منه أحد. من أخذه ويريد أن يتعلم فيه يفتح الله عز وجل عليه. طيب هل ذكرت الفراشة في القرآن؟ نعم ذكرت. إذن هي من الحشرات. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، صح ولا لا؟ نعم صدقت. نعم ممتاز. هذه كمان هذه ذكرت معنا. طيب هل ذكر العقرب في القرآن؟ هل ذكر العقرب؟ ذكر الثعبان. العقرب ما لا إيش؟ يا سلام الثعبان، وهو أيضا يعتبر من إيش الثعبان؟ حشرة. حيوانات. حشرة لا حشرة حشرة من الزواحف، والزواحف منها والزواحف حشرات، والزواحف إيش حشرات. أيوة نعم نعم نعم، والزواحف تعتبر إيش؟ تعتبر حشرات. يا سلام. طيب طيب كم مرة ذكر الثعبان وذكرت الحية في القرآن؟ كم مرة؟ مش شايف. ممكن مرة يا شيخ. الثعبان ذكر في كتاب الله عز وجل، ذكر الثعبان في كتاب الله مرتين بنفس اللفظ تماما. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. الأعراف والشعراء. الأعراف والشعراء صح ولا لا؟ الأعراف والشعراء. وذكرت الحية مرة واحدة. فألقاها قال هي عصايا توكأ عليها وآخر قال فألقاها فإذا هي حية تسعى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. يا سلام الكلام جميل جدا. طبعا هذه السورة أيها الكرام الفضلاء شعر الضفادع برضو ذكرت. الضفدع حشرة والله يعتبر القمل. القمل برمائيات. القمل ذكرنا. القمل ذكرنا. الضفدع حال يعتبر من الحشرات؟ لا، الضفدع يسموه من الحيوانات الفقارية، من البرمائيات. من البرمائيات اللي يسموه أنورانس. هكذا يسمى اللي هي مجموعة البتراوات، يسموها الأنورانس. هذا هو الضفدع. طيب ممتاز ممتاز، جميل جدا جميل ما شاء الله. اليوم هذه سورة النحل هذه يعني جمعت لنا معلومات جميلة وعملت مايند ستورمينج كبير في 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 أذهاننا الجميلة. طيب طيب سورة النحل طبعا هي تسمى بسورة النحل وتسمى بسورة النعم، وورد في تسميتها بسورة النحل ما أخرجه مسلم
أصله عند مسلم وهو عند ابن جرير قال أبي بن كعب أنه قال سمعت رجلا يقرأ في سورة النحل قراءة تخالف قراءتي ثم سمعت آخر يقرأها قراءة تخالف ذلك فانطلقت بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذين يقرآن في سورة النحل. وجه الدلالة هي كلمة سورة إيش؟ سورة النحل. المقاصد السورة طبعا إقامة الأدلة على وحدانية الله كسور السور المكية غالبا وعلى اليوم الآخر وأيضا إثبات صدق النبي عليه الصلاة والسلام وتسمى أيضا بسورة النعم والرد على شبه المشركين وأيضا بيان آلاء الله ونعمه وهذا تسمى بسورة إيش؟ بسورة إيش؟ بسورة النعم. ولذلك الإمام حافظ حكم في ميمية طالب العلم التي يقول في مبتتحها الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم ذي الملك والملكوت الواحد الصمد البر المهيمن مبدئ الخلق من عدم من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم ثم الصلاة على أكرم مبعوث بخير هدي في أكرم الأمم والآل. كلام جميل حقيقة يعني 160 بيتا جميلة جدا جدا يعني. وأنا كنت شرحتها قديما كنا في رحلة مع بعض الفضلاء من مكة من جدة للمدينة وشرحناها في أثناء الطريق يعني حاجة يعني شيء رائع سبحان الله يعني. وإن شاء الله نشرحها هنا في مجلسنا الموقر هذا إن شاء الله عز وجل. قال واذكر سورة النعم اللي هي سورة النحل موضوعاتها أن يوم القيامة حق وأنه آت لا ريب فيه. نعم حافظ حكم يقول كذاك في عدة الآلاء قدمه ذكرا وقدمه في سورة النعم. اللهم ارحم الشيخ حافظ حكم. يا أخوان الشيخ حافظ حكم هذا عاش 35 سنة فقط مات سنة 77 و300 ألف ولد سنة 42 و300 ألف 35 سنة كل عمره ترك لنا متونا تحتاج إلى 35 سنة لكي نلم ما فيها رحمة الله عليه. ولذلك البركة ليست بطول الأعمار إنما البركة أيها الكرام الفضلاء فيما سبحان الله إنما تكون البركة فيما يقوم به الناس. البركة تكون إن شاء الله عز وجل فيما يقوم به الناس من الأعمال الطيبة التي تبقى بعد موتهم. من موضوعات السورة ذكر النعم المتنوعة في الأنعام وفي المراكب إلى غير ذلك. وحدانية الله من ربوبيته المستلزمة لإلهيته كما في خلق السماوات والأرض خلق الإنسان والحيوان إنزال الماء من السماء تسخي الشمس والقمر. أيضا يحذرنا ربنا مما حل بالأمة التي أشركت بالله وكذبت الرسل من عذاب في الدنيا وضيق في العيش. وأيضا يذكر ربنا عز وجل ما كان من عادات الجاهلية في كراهية البنات ووأدهم وإذا بشر أحدهم بالأنثى إلى غير ذلك. وأيضا ذكر حال المشركين مع الأوثان يوم القيامة يتبرؤون من بعضهم. وأيضا يذكر فيها مكارم الأخلاق إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وأيضا رد على الشبهات التي يثيرها الملاحدة والمشركون حول القرآن. وأيضا سيكلمنا عن آداب المؤمن مع قراءة القرآن فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. وأيضا حيتكلم عن قصة إبراهيم عليه السلام كمثال للشاكرين لربهم ويبين أن الذي يحلل ويحرم هو الله وحده وليس أحدا. وأيضا حيبين حكم من يكفر بعد إيمانه إلا في حالة الإكراه والإكراه يدخل في 600 مسألة مسائل الفقه. ثم بعد ذلك يبين لنا أساليب الدعوة أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. هذا ما تيسر إراده وتهي أعداده على الله على ذكره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا أوان الشروع في المقصود. نعم فلنبدأ الوارد وفقه الله مستعيذا مبسملا. نعم Thank you.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أمر الله فلا تستعجلوا. سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء ومن عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. يعني ومنها منها ما هو سبحان الله تجده فيه شدة مثل هذه التي تجور وتعتدي على الناس مثل الأسود والنمور إلى غير ذلك. نعم. ولو شاء لهداكم أجمعين. والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والعنب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يتذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. ولذلك الناس قديما كان هذا شغلهم يستخرجون اللؤلؤ من البحار واللحم الطري اللي هو السمك والحيتان وأنتم أنتم هل سمعتم عن هذا الشاب اللي في إحدى الدول الأفريقية الذي اصطاد حوتا عظيما وأكله مع أصحابه ثم تبين أنه بملايين الدولارات؟ سبحان الله. هو ما كان يعرف ذلك. وأيضا ربما قرأتم عن هؤلاء الشباب اللي في اليمن الذين اصطادوا حوت العنبر. نعم قبل 5 أشهر صحيح. أيوة الذين اصطادوا الحوت. نعم تفضل. نعم ترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فارس تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون. راقق لفظ راقق الواو وبعدين فخمي.
والله والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم ألا ساء ما يزرون فخمرا ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون أحسن ما شاء الله تبارك الله مشعل تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم إنما خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون
هل ينظرون إلا أن تأتيهم مد المنفصل. نحن نقرأ بتوسط المد المنفصل من طريق الحرز الشاطبية، صحيح؟ نقرأ بالمد ولا بالقصر احنا؟ لا أعلم يا شيخ. كيف ما تعلم؟ لا يا فارس، نقرأ بايش احنا؟ القصر يا شيخ. انت قرأت بايش؟ لا بالتوسط يا شيخ. تفضل. هذا حتى الآن ما عارفين الفرق بين القصر والتوسط إلى الآن يا أخواني، هذه ثلمة عظيمة. أعيد أنا مرة ثانية، نعيد. طيب، لعلها فرصة طيبة لكي نعيد هالمعلومة. الآن هل ينظرون إلا أن تأتيهم؟ حرف المد هنا أين هو حرف المد؟ إلا. الألف في إلا، ممتاز. وأين حرف الهمزة؟ همزة القطع. همزة القطع فين؟ أن فقط. ممتاز. طيب، حرف العلة أو حرف المد وحرف همزة القطع في كلمة أو في كلمتين؟ في كلمتين. ممتاز. إذا كان في كلمتين هذا يسمى منفصل ولا متصل؟ منفصل. منفصل. إذن هذا ممتاز، هذا اسمه المد المنفصل. حكمه جائز حسب الطريق الذي أنت تقرأ منه، فهناك من يقصره وهناك من يتوسطه وهناك من يشبعه، كل على حسب الطريق الذي أنت تقرأ منه. فنحن بنقرأ بحفص عن عاصم. حفص عن عاصم أيها الكرام الفضلاء له أكثر من 50 طريقا، ومنها قصر المد المنفصل من طريق الفيل عن ذرعان، وقصر وتوسط المد المنفصل من طريق الحرز من طريق الشاطبية التي نحن نقرأ بها، ومقداره عبارة عن ألفين أو ألفين ونصف ما يعرفه الناس، يعني 4 حركات أو 5 حركات، والحركة مقدار قبض أو بسط الأصبع أو الإصبع أو الأصبع، كلها تصح في هذه اللفظة التي تعددت قراءاتها. فنقول هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة. طيب، الملائكة هذا المد وش هو؟ ما نوع المد في الملائكة؟ مد متصل. مد واجب، مد متصل، لأن الألف والهمزة في كلمة واحدة أو في كلمة واحدة بالسكون والتحريك للام. عرفنا احنا نقرأ بإيش؟ نقرأ بتوسط المد المنفصل من طريق الحرز أو من طريق الشاطبية. تفضل. نعم، اقرأ. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. نعم. وقال الذين أشركوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. كذلك فعل الذين من قبلهم. من قبل قلقلة الباء الساكنة. من قبل
كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. هنا وقفة أيها الكرام الفضلاء. هذه الآية تناقش شبهة موروثة من أيام الجاهلية إلى الآن، من أيام الزمن الأول الآن. فما هي هذه الشبهة؟ استخرجوها لنا أيها الفضلاء الكرام. نعم. إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على كارثة. ما قالوا كده، قالوا وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا. وش الشبهة هذه؟ ما هي الشبهة؟ التوحيد الربوبية شيء، الشرك بالله. لا أنا أقول ما هي الشبهة يا كرام يا فضلاء؟ مشيئة الله ومشيئة المخلوق يا شيخ. لا 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 لا، الشبهة أحباب الكرام هي التي موجودة إلى يوم الناس هذا، وهي الاستدلال بالمشيئة على المعصية والمعائب. قفل الباب أبو. وهي يا شباب اللي ما عنده ميكروفون ما هو مستخدم يقفل لو سمحت، أصوات بيوتكم تخرج عندنا، لا نريد هذا. الاستدلال بالمشيئة على المعائب والآثام. عرفت؟ زي واحد من الناس يقول لي يا أخي خلي التدخين، يقول يا أخي لو ربنا يشاء يهديني. صح ولا مو صح؟ صحيح يا شيخ. فعلا صح الكلام هذا، أجيبوني جميعكم. صحيح صح يا شيخ. أيوة، تيجي الإنسان ما يصلي، يا ولد يصلي، يقول يا أبوي سيبني في حالي، لو ربنا يشاء يخلينا صلي، لو ربنا يشاء يهديني. صح ولا مو صح؟ صح. نعم صح. هذه تسمى أيها الكرام الفضلاء، وهو الاستدلال بالمشيئة كذبا على الآثام والمعائب، والاستدلال بالقدر على الآثام والمعائب، وهذا باطل. وإحنا قلنا السورة هذه فيها رد على الشبه. إنما يستدل بالمشيئة والقدر على المصائب، ولذلك الإنسان إذا أصابته مصيبة يقول إيش؟ قدر الله ما شاء. إيش؟ فعل. أيوة، لكن ما يقول إنه هو الواقع في معصية، يقول لك لو شاء ربي هداني. وهذا وما فعله المشركون في شركهم بمشيئة الله عز وجل، وأن الله لو شاء ما أشركوا ولا فعلوا ما كانوا يفعلون، وهذه حجة باطلة. ولو كانوا على حق ما عاقب الله الذين من قبلهم لما أشركوا. ولذلك قال ربنا عز وجل فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. أنت ما عليك إلا أنك أنت توضح رسالة الله وتبلغها للناس. ونقول القاعدة تقول إنما يحتج بالمشيئة والقضاء والقدر على المصائب لا على الآثام والذنوب والمعائب. أحسنتم، فضلوا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لا 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 عم حسن، وحشة منك دي، يعني وحشة، وانت ما شاء الله بتمتعنا بالتلاوة الحجازية الحلوة الله يرضى عليك. لا ضبط الموضوع وارجع تاني من البداية الله يرضى عليك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. لا لا لا، احنا خدناها الميم المشددة، خدناها في تحفة الأطفال. ولقد بعثنا في كل أم غنة، حكمها الغنة. تفضل. نعم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. الأمة ذكرت في القرآن كم مرة؟ 4 مرات. هلا خلاصتها 4 مرات، لكن هي زادت على 47 مرة. طيب،
ما هي معاني أمة في القرآن؟ أربعة معاني مثل ما تفضلت. المعنى الأول، يلا المعلومات القديمة، ها أراكم نسيتم أم أنكم إن إبراهيم أمة، إن إبراهيم كان أمة، يعني إيش؟ يعني إماما في الخير، إماما في الخير، هذا المعنى. طيب، طب هنا ولقد بعثنا في كل أمة، ما هو المقصود بها؟ الزمان، الزمن. لا لا، الله يغفر لك، الله يغفر لك. الأقوام، أيوة، يعني الجماعة، الجماعة من الناس. أي نعم. طيب، هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث وش هو؟ الزمان. والدليل في سورة يوسف، وذكر بعد أمة. ممتاز. والمعنى الرابع اللي هو أصل المعاني كلها، وكان ينبغي أن نذكره أول معنى، وهو إيش؟ الملة. إن وجدنا آباءنا على إيش؟ على أمة، يعني على ملة وشريعة وديانة. طيب، الطاغوت، ما هو الطاغوت؟ ما معنى الطاغوت؟ هو الشيطان. استكبر وتجاوز الحد يا شيخنا. الطاغوت هو كل من تجاوز حده هذا، وأنه لما طغى الماء، طغى الماء يعني تجاوز حده. طيب، من يحفظ الأصول الثلاثة هنا؟ مين عندنا هنا حافظ الأصول الثلاثة؟ ولا حد. طيب، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب، ما احنا عارفين ذكرت، واحفظ وكل حافظ إمام. هذه فضيلة حفظ المتون يا أحبابي، لما نأتي في سؤال مثل هذا تكون مستحضر على طول، مستحضر الحكم، ومستحضر النص جزاك الله خير، ومستحضر الإجابة. هذه فائدة الحفظ أيها الكرام الفضلاء، هذه فائدة الإنسان لما يحفظ المتن مباشرة على طول، يأتي مباشرة ويأتي ويقول: والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة. مشاهدة كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب: الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله، والدليل قوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان. الحاكم الجائر المغير لأحكام الله، والدليل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الثالث: الذي يحكم بغير ما أنزل الله، والدليل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الرابع: الذي يدعي علم الغيب من دون الله، والدليل قال قوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد. الخامس: الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة، والدليل: ومن يقول منهم إني إله من دوني فذلك نجزيه جهنم. هذا هو المتن الأصول الثلاثة، وهذا الكلام الجميل. فهذه هي هذا الطاغوت. الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة من معبود أو مدبوع أو مطاع في غير طاعة الله، فهو طاغوت. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. نعم، تفضل مولانا، أكمل سعادتك، تفضل. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. تفضل فضلك. نعم. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. سبحان الله، يعني ربنا بيقول يا أخي سير في الأرض، من فوائد السير في الأرض إنك ترى عاقبة المكذبين الذين حاربوا الله، ماذا كانت نهايتهم؟ فرعون، هامان، وإلى آخرين، والأم التي سبقت وذهبت وانقرضت وانتهت. نعم. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. ما هي الهداية المقصودة هنا؟ إن تحرص على هدى، ما هي؟ طبعا الهداية احنا خدنا أنواع الهداية، قلنا هداية الدلالة، هداية التوفيق للإيمان، هداية القول الطيب، هداية الدخول إلى الجنة، وهدى الطيب نخد إلى صلاة الحميد. لكن ما هي الهداية المقصودة في هذه الآية؟ إن تحرص على هداهم، هداية الدين. الله أكبر. فإن الله لا يهدي من يضل، لأن هذه بيد الله، ليست بيد أحد من الناس. اللهم اجعلنا من الهداة المهديين يا رب. نعم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم إن رب العالمين
لا يبعث الله من يموت. يعني أقسموا جهد أيمانهم، يعني أيمانا مؤكدة مغلظة يكذبون الله وأنه لن يبعث الأموات ولا يقدر على إحيائهم بعد أن كانوا ترابا، فربنا كذبهم وقال بلى وعدا عليه حقا أن سيبعثهم ويجمعهم ليوم لا ريب فيه ويعطيهم جزاءهم، وكل إلى جنة وكل إلى نار، جعل الله ويكون من أهل الصف من أهل الفريق الأول. فضل. بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إذن هذه الآية فيها تسلية بنفس الداعية إلى الله، قال ربنا عز وجل ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعني أكثر الناس من جهلهم ينكرون البعث والجزاء، فلذلك لما يأتيك مقطع في الإلحاد لا تقعد تطالع فيه وتقعد ترسله وشوف خلاص استعذ بالله وأمته في مكانه وأميت الباطل بعدم ذكره وأحرص على ما ينفعك. نعم. والذين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الله أكبر. والذين هاجروا في الله، هاجروا في سبيل الله وابتغاء مرضات الله بعدما نزل بهم ما نزل من الظلم، قال الله لنبوئنهم في الدنيا حسنة، وقد حدث ذلك للصحابة، حدث ذلك للصحابة، تركوا الأوطان والخلان وتركوا الكفر والشرك فأثابهم الله ثوابا عاجلا هنيئا، فدانت لهم الدنيا وملكوها من أقصاها إلى أقصاها، ولسه الذي ينتظرهم عند الدار الآخرة ولأجر الآخرة أكبر، ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، لو عندهم علم ويقين. وهذا كلام لنا نحن، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نعم. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. أحسنت. وهذه هي صفات أولياء الله عز وجل، الصبر والتوكل، الصبر على أوامر الله وعلى نواهيه وعلى أقدار الله المؤلمة وما ينزل فيه من الأذى والمحن والإحن، والتوكل على الله أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك من لم يكن ليصيب، تحقيق الإيمان، تحقيق الإيمان. أحسنتم مولانا. تفضل أبو رافع. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يا أبا رافع اطلع باللسان لفوق حتى لا يجري النفس في التاء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم تو نطلع باللسان لفوق عند الثنايا العلوية فنحبس الهواء فلا يجري. تفضل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ممتاز. نريد فائدة عقدية جميلة وفائدة صنعة بلاغية نحوية لغوية في هذه الآية بالذات في الشطر الأول منها إلى قوله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، أريد نستخرج هنا. طيب ما في نساء يا شيخ. أيوه. يعني ما أرسلوا نساء. يا سلام
يا سلام، بيض الله وجهك السامعين وحشرنا مع سيد الأولين والآخرين. هذا يسمى إذا كانت الجملة، إذا كانت الجملة منفية مستثناة فإن أسلوب حصر وقصر، إنه ما في أي نبي أرسل من النساء، عرفتم؟ كلهم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. والصنعة الأخرى اللي أنا قلت لكم اللي هي أسلوب الحصر والقصر في الجملة المنفية أو الجملة الناقصة المستثناء. نعم يا سلام، ممتاز. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هذا يعني أهل الكتب السابقة، اسألوهم هل بعث نساء؟ ما حيقول ما بعث إلا الرجال، وهم كذبوا إن قالوا إذا كان أرسل الله إلى 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 نساء فأرسل الله فقط وأوحى إلى 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 الرجال. نعم نعم، تفضلوا أكمل بالبينات والزبر. بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم أو يأخذهم يعني هؤلاء لا يعجزون الله عز وجل مهما بلغت بهم التقدم، إن أراد أن يأخذهم أخذهم. ولنا في كورونا يعني عبرة سبحان الله، يعني الحد اليوم يعني عدد الذين ما يعني أصيبوا في الكورونا على مدى السنتين وصل إلى ربع مليار، إلى ربع مليار نسمة يعني، وتوقفت الدنيا كلها. فهذا هو ربنا عز وجل، الله عز وجل كما قال ربنا عز وجل إنما قولنا لشيء إذا أردنا نقول له كن فيكون أو يقولون في تقلب فما هم بمعجزين، في تقلب في هذه النعم وكذا فلا يعجزون الله عز وجل. اتفضل. أو يأخذهم على تخوف فإن لا 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 ننتبه، الواو مضمومة فنضم فيها الشفتين. أو يأخذهم على تخوف. تفضل. أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أي والله. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. سجد التلاوة هنا، سجد التلاوة تفضل. الله أكبر. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. فخم الرأي فإياي فارهبون يعني فخافوني وامتثلوا أمري. فارهبون
فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا. لا مش و لا و و و و و واصبا واصبا. وله الدين واصبا. أحسنتم. واصبا يعني دائما الدين لله التوحيد، وأيضا أمر ثابت وواجب ولازم هذا معنى، وخالص هذا معنى واصب، دائم ثابت واجب لازم لله واصب خالص هذا معنى إيش؟ وله الدين واصبا يعني دائما التوحيد لله، ونخلص العمل فيها لله عز وجل، ونلازم التوحيد في كل وقت، ويثبت ذلك الأمر في نفوسنا، هذا معنى واصبا، خالصا دائما ثابتا لازما واجبا. نعم. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا. وله الدين حرف الدال، الدين مجهور، وله الدين شدة. وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. تجأرون معناها يعني إيش؟ من الجأر، والجأر هو رفع الصوت، معناها تضجون بالدعاء والتضرع، وهذا اللي بيحصل في الإنسان إذا نزل به الضر من المرض، الفقر، الشدة، الكذا، يلجأ ويتضرع إلى الله، لأنهم يعرفون أنهم لا يرفع عنهم ما هم في إلا الله. فالذي انفرد بإعطائكم ما تحبون وصرف عنكم ما تكرهون هو الذي ينبغي أن ينفرد بالتوحيد والعبادة، ولكن الناس يظلمون أنفسهم بهذا الشرك. نعم. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. نعم أحسنت. جزاكم الله خير. سلام. طيب الأخ حافظ الشدادي، نعم يا شيخ، تقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، فالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم فخم الراء وإذا بشر وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. لا من سوء ما بشر به من سوء ما بشر به. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به.
أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وهذه من عادات الجاهلية التي أتى الإسلام وهي وأد البنات. ومن القصص الباطلة أن عمر قد وأد ابنة له في الجاهلية وهذا كلام باطل، وإن حفصة لما تزوجها النبي كان عمرها 17 سنة وهذا معناه أنها ولدت في الجاهلية، فهذا كذب من أعداء الإسلام وأهل السنة ليدلسوا ويلبسوا على ذلك. من هذه العادات أيضا تجد بعض الناس إذا جاءت بنت ما يعد يعني يسوي العقيقة كده بينه وبين نفسه والأسرة ولا يدعو أحد، لكن لو جاء له ولد سوى استراحة وتسين ثلاثة وثلاث أربع طليان وإلى غير ذلك، ويفرح وإلى ويعطي خبر في يغرد بالنجاني ولد وينزل في المجموعات وفي الحالة إلى غير ذلك. أخشى أن يكون هذا فيه نفس مثل هذه الأشياء، أنه يفرح بمقدم الولد ويحزن عند مقدم البنت ويقول الحسن البصري رحمه الله: وإن المرأة التي تبكر بالبنات امرأة مباركة. طيب من فين جبت الكلام ده الحسن البصري؟ قال: ألم ترى إلى قول ربنا تبارك وتعالى في سورة العنكبوت؟ ماذا قال الله عز وجل في سورة العنكبوت؟ الله خالق كل شيء يهب لمن يشاء إناثا إناثا، فقال: ما بدأ بها إلا لكرامتها في ذلك. والنبي يقول: البنات هن الغاليات المؤنسات في السلسلة الصحيحة، إلى غير ذلك مثل هذه الأشياء. فهذه عادة جاهلية أتى الإسلام بنقضها. نعم. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء. لا 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 شداد فخم الراء، الوحيد الذي يرقق الراء المكسور ما قبلها هو الإمام ورشي رحمه الله. وأنتم في الكونغو تقرؤون بحفص عن عاصم، تقرؤون كلكم بحفص عن عاصم. نعم تقرؤون كلكم بحفص عن عاصم. فنقول بالآخرة را را. نعم. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. نعم، الذين هؤلاء لا يؤمنون بالآخرة هم مثل السوء، يعني المثل الناقص والعيب التام، فلذلك ما ينبغي الإنسان أنه يفخر بهم أو يجعلهم قدوة له، لكن المثل الأعلى لله عز وجل، والله له كل صفات الكمال والجلال تبارك وتعالى، وله المثل الأعلى في قلوب المؤمنين من أوليائه، وهو العزيز الذي قهر الجميع والحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها. نعم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من تا 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 رقب رقب معلش شدادي رقب ما تا تا ما ترك وليس طاء، لا تصعد اللسان إلى أعلى، هذا حرف مستفل فلا تجعله طاء. ما تا ما ترك ما ترك عليها. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ثاني فإذا جاء أجلهم لا يستأخروا، فخم الراء، لا يستأخروا. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة. لا 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 لا, لا تفصل بين التاء والهمزة، صلها جميعا، ما تأخذ فيها هنا سكت أو نفس. لا يستأخرون تأخرون تأخرون. نعم. لا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وهذا من رحمة الله عز وجل، لو يعجل الناس
الشر استعجالهم بالخير ما ترك على ظهرها من دابة، ولو يأخذ الله الناس بظلم ما ترك عليها من دابة، لكن هناك لهم يوم هو يوم الحساب مؤجلون إليه في يوم القيامة. نعم. ويجعلون لله ما يكرهون. فخم الراء. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. فخم لا رقق لا ما تقول لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. هنا وقفة معذرة وقفة. ويجعلون لله ما يكرهون من إيش؟ طب إيش هم ماذا جعلوا لله ويجعلون لله ما يكرهون؟ من البنات. ما هو بنات يا شيخ. أحسنتم. نعم. طب وش الدليل؟ الآية فين اللي بتقول هالكلام؟ وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا. لا 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 في آية فيها نسبة البنات لله عز وجل على طول. وش هي؟ ويجعلون لله بنات سبحانه ولهم ما يشتهون. أيوة أحسنتم. طيب هنا عندنا تركيب لغوي جميل هو لا جرم. هذا نعم. التعبير تعبير عربي مكون من كلمتين لا النافية للجنس وجرم الجيم المعجمة والراء المهملة والميم، وهي جرم كلمة جزم ويقين جرت مجرى المثل. وهذا التعبير يستعمل في أمر يقطع عليه ولا يرتاب فيه لما فيها من معنى التحقيق والتوثيق، فتعامل معاملة القسم، فالذي يأتي بعدها يصلح جوابا للقسم، معناه لا جرم لأفعلن كذا، لا جرم لأفعلن كذا، لا جرم لأفعلن كذا. وضحت هذه الآن؟ يعني لما قال ربنا عز وجل لا جرم أن لهم النار، يعني يقينا لهم النار. وضحت يا مشايخ؟ فهمتم يا شباب؟ وضحت يا شيخ. أيوة. طيب أيوة. هذه اللفظة طبعا فيها لغات عند العرب. لا جرم تأتي بفتح الجيم وتأتي بكسر الجيم وتأتي بضم الجيم. لا جرم وتأتي بحذف الميم. لا جر ذكر ذلك محي الدين درويش في إعراب القرآن. ولا ذا جرم ولا ذو جرم. طيب لا ذا جرم ولا ذو جرم. نعم. طبعا قال الإمام السيوطي في الإتقان وردت في القرآن في 5 مواضع متلوة بأن، يعني بعدها جاء على طول لفظة لا جرم أن، ولم يجي بعدها فعل. نعم هذا ما أحببت أن أوضح في هذه الكلمة. ولما نأتي ونذكر المواطن اللي ذكرت في القرآن في سورة هود لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون، وعندنا هنا في النحل، وأيضا جاءت معنا في النحل آية 23 لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، وأتت في آية 62 ولا جرم أن لهم النار، وأيضا ستأتي معنا في آخر النحل لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. 3 مواطن في النحل، وموطن في غافر، وموطن في
وموطن في هود، خمس مواطن لا سادسة لها، معناها التحقيق لا جرم، يعني تحقيقا أنهم في النار. طيب تفضل أكمل. فالله لقد أرسلنا لا لا لا. هنا 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 القلقلة، يعني وجهان عند العلماء قالوا بعدها يأتي مكسورا، وقالوا يعني تقلقل يعني بعد، ويأتي بعد مفتوحا، يعني ممكن تقول لقد أرسلنا ولا قد أرسلنا، وأقرب والعلم عند الله أن الفتح لقد أرسلنا. تفضل تفضل. فالله لقد أرسلنا إلى أمم من أمم، زي أرسلنا إلى، أيضا إلى أمم من قبلك. فالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أحسن أحسن أحسن، جزاك الله خير. أحسن أخ حسان. حسان ما أدري عنده مشكلة، ما هم فاعل المايك، كان دوبهم فاعل يا شيخ. طيب قبل لحظات كان فاعل أهو حاتل. يلا حسان أبو حاتم، يلا يا حسان. نعم يا شيخ الحسان موجود، عندي مشكلة في لا لدينا شغلة. طيب. ضعيف يا شيخ. طيب عبد الله بن عفيف، يلا أبو مصعب تفضل. أبا مصعب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله أنزل من السماء، أنزل النون الساكنة بعد حرف الزاي إخفاء حقيقي. والله تفضل فضيلتك. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك نون مشددة، نون مشددة، نون مشددة. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة. لعب قلقلة الباء لعب. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبن. فخم الراء الساكن مفتوح ما قبلها، من بين فر من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. لبنا خالصا إظهار، لبنا خالصا سائغا للشاربين. تفضل. لبنا خالصا، جزاك الله خير. لبنا خالصا لا 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 الوحيد الذي يغن النون الساكنة والتنوين الذي بعده الخاء والغين هو الإمام نافع المدني، الإمام معذرة آسف الإمام أبو جعفر بن القعقاع الشيخ نافع المدني، شيخ نافع المدني. أما البقية الجمهور من القراء العاشر كلهم يظهرونها لبنا خالصا، لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب. طبعا الفرث أيها الكرام الفضلاء، يعني هذا
سبحان الله يعني إعجاز القرآن وإعجازه كثير. فالله عز وجل من بين فرث ودم يخرج هذا اللبن الخالص. ما هو الفرث؟ ما هو الفرث يا مشايخ؟ ما هو الفرث؟ الفضلات يا شيخنا. ها؟ الفضلات. أيوة. أيوة الفرث اللي هو الذي يكون فين؟ الذي يكون في الكرش. هذا الفضلات أحسنتم، التي نقول تكون في الكرش، والدم هو الدم يخرج من بين هذا اللبن الخالص السائغ لي للشاربين. يعني سبحان الله يتخلص الدم بياضه وطعمه وحلاوته من بين هذا الفرث والدم في باطن الحيوان، فيذهب الكل إلى موطنه سبحان الله. يذهب الفرق يخرج برازا ويذهب الدم، ثم يخرج بين هذا اللبن الذي نستلذ به بشرابه المليء بالفوائد. فلله الحمد على نعمه وآلائه يا رب. نعم نعم. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، إن في ذلك إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. هنا تتخذون منه سكرا يعني شرابا لذيذا طعمه، وليس معناه المسكرات، وليس معناه المسكرات، هذه واحدة، وهذا هو أقرب اختار الشيخ السعدي. والقول الثاني قيل إن هذه الآية طبعا هي سورة مكية، فوضحت أن هذا الذي تفعلونه، ثم نسخ بعد ذلك بتحريم ماذا؟ بتحريم الخمر، ولكنه قال القول هذا أولى، أنه تتخذون منه شرابا مسكرا لذيذ طعمه. تفضل. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. أن اتخذي الياء المادية، أن اتخذي من الجبال، أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. هنا هذه الآية هي الآية التي من أجلها سميت السورة بهذه التسمية، الآية اللي هذه والتي بعدها 68 و 69. وأوحى يعني ألهم وأرشد ودل، مثاله وأوحينا إلى أم موسى يعني ألقينا في خلدها وروعها. وليس الوحي هنا معناه بنزول من؟ بنزول جبرائيل، وليس الوحي هنا معناه بنزول جبرائيل. نعم. هداها ربنا عز وجل أن تتخذ البيوت من الجبال ومن الشجر ومن التعريشات التي يصنعها الناس في بيوتهم، للنحالون الذين يربون النحل. نعم نعم. ثم كلي، الله أكبر، ثم كلي من كل الثمرات فسلكي سبل ربك ذللا. فسلكي سبل ربك ذللا، سبل ربك ذللا، سبل بالشفتين في السين والباء، سبل ربك ذللا. لا ذلولا، نضم الشفتين في الذال واللام، ذلولا، يعني أسلكي السبل وطرق ربك التي ذللها، ذلولا من التذليل، التي ذللها لك لتحصلي على هذا الرزق في الجبال وجذوع الأشجار وعلى مياسم الأزهار ومن الورود ومن تعريشات الناس سبحان الله. وذلولا جمع، مفردها ذلول يعني مطيعة. فاسلكي سبل ربك ذلولا يعني ذللا، مطيعة، مذللة ومطيعة، يعني سبحان الله لا يتوعر عليك شيء تسلكينه في سبيل تحصيل الرزق. يا سلام يا أخي، يا سلام. أبو تمام يا أحبابي يقول كلام عجيب سبحان الله. أبو تمام هذا طبعا
أبو تمام يقول كلاما عجيبا وكلاما جميلا. وتعرفون الغريبة، أبو تمام هذا سبحان الله كان فيه تمتمة في لسانه وصار أشعر الناس، عاش كل حياته 43 سنة، يقول ينال الفتى من عيشه وهو جاهل، ويكدي الفتى في دهره وهو عالم، ولو كانت الأرزاق تجري على الحجى هلكنا إذن من جهلهن البهائم. يا سلام، يعني قال لك الفتى يعيش الفتى عيشة هنية هو جاهل، ويتعب هو عالم، ولو كانت الأرزاق تجري على الحجة يعني بالذكاء والفطنة والفهم والعلم هلكنا إذن من جهلهن البهائم. كان البهائم ما لقت ما تأكل، ولكن الرزق مقدر بقدر الله تبارك وتعالى. أبو تمام صاحب السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. هذا أبو تمام عاش في العصر العباسي ما بين 88 و100 إلى 31 و200 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. نزل مصر فاشتغل فيها ساقيا للماء ليطلب العلم في الفسطاط، درس اللغة والنحو وكذا، وجلس مع الشعراء فأخذ من فنهم ثم بزهم وتفوق عليهم. نعم، يخرج من بطونها شراب مختلف، شراب تنوين بعده ميم إضغام، شراب مختلف، شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، للناس نون مشددة، للناس فيه شفاء للناس، اللي هو العسل أنواع كثيرة وأصناف عجيبة، وهذه يقول لك سدر، وهذه يقول لك عسل برسيم، وهذا يقول لك عسل شوكة، وهذا يقول لك عسل سمرة، وأنواع عجيبة وغريبة، منها ما يصلح للسكر، ومنها لمرضى الضغط إلى غير، فيه شفاء للناس، ما قال فيه علاج للناس، في فرق بين العلاج والشفاء. الشفاء يصيب موطن الداء بإذن الله عز وجل، والعلاج يصيب أو لا يصيب، يصيب أو لا يصيب. ولذلك لما اشتكى الرجل أخاه يعني بطنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال اسقه عسلا، فجمر واثنين وثلاثة قال ماني، فقال صدق الله وكذب بطن أخيك، يقصد قوله تعالى فيه شفاء للناس. بعض الناس يقول لك جربنا وما شفينا، كذب بطنك وصدق الله، كذب بطنك وصدق الله. وهنا انتبهوا من بعض المقاطع التي تأتي أحيانا لادعاء وزعم، يقول لك اتبخر بالحبة السودة فإنها شفاء لك من الأنفلونزا من الزكام، مسكين اتبخر بها شالوه على طول على التنفس الصناعي في العناية الآي سي يو، العناية الفائقة. والتاني يقول لك حط العسل في سرتك وحط عليها شترتون وبلاسترز لو عندك مرض يروح، حطها مسكين شالوه على المستشفى. لا ولا، انتبهوا من مثل هذه الوصفات الخزعبلاتية التي لا أصل لها إلا من كيس من وصفها. نعم، إن في ذلك مشايخ، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد ومن نساكن حرف الكاف إخفاء حقيقي، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا أرذل العمر، يعني سبحان الله يعمر طويلا فيصبح في أرذل العمر في سيئه. نعم، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، لكي لا يعلم بعد علم، يعلم ناصبة هنا تعمل عمل إن الناصبة، لكي لا يعلم
أحسن الله إليك يا شيخ. لكي لا يعلم بعد علمي شيئا. يرجع طفل سبحان الله، عقله كعقل الطفل. الله يعافينا يا رب، يحسن خواتيمنا، لا نؤذي الله. أحد ولا نضر أحد اللهم. ولا يمل لنا أحد. آمين. نعم. وقال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف في الطفولة، ثم جاءنا بعد ضعف القوة الشباب، ثم جاءنا بعد قوة ضعفا الله وشيبة اللي هو هذا أرض العمر، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير في سورة الروم. نعم. إن الله عليم قدير، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. أيوة، ربنا قسم الأرزاق كما قسم الأعمار، فلا أحد يحسد أحدا، فلا أحد يحسد أحدا. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام في السلسلة الصحيحة وعند الطبراني: إن الله يحمي عبده الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب. يحميه أن يفتن بإيش؟ بزهرة الدنيا. نعم. فارضى بما قسم الله لك، تكن أغنى، تكن أغنى الناس. نعم. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواج وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ. أحسنتم. وهذه طبعا منة الله العظيمة على عباده، جعل لكم الأزواج لتسكنوا إليها، وأعطاكم منهم الأولاد تقر به عيونكم، وبعد ذلك الأولاد يتزوجون ويجيبون الأحفاد. هذا كله ربنا يعطي، ولذلك قلنا هذه اسمها السورة سورة النعم، كله يدلل على نعمه ربوبية المستلزمة لإلهيته تبارك وتعالى. والله عز وجل أوجد الإنسان من العدم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ورزقه وأعطاه. فهل ينبغي بعد كل هذا الناس يكفرون بربهم تبارك وتعالى؟ هذا من الفجور والسفه، نسأل الله العافية والسلام. نعم. أبو سعيد على السلام دكتور سب الدور. أبو سعيد طيب تفضل يا دكتور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. هذا مثال يتضح به المقال. الله عز وجل يضرب هذه الأمثلة، فضرب هذين المثلين له ولمن يعبد من دونه. أحدهم عبد مملوك رقيق، ما يملك نفس ولا يملك شيء، أنت المولى، العبد هو وما يملك لسيده. والثاني حر غني رزقه الله تبارك وتعالى أرزاقا حسنة من جميع أصناف المال، ومع ذلك هو كريم يحب الإحسان فينفق منه سرا وجهرا. هل يستوي هذا وذاك؟ طبعا أصحاب العقول السوية يقولون لا يستويان،
مع أنهما مخلوقان سبحان الله. فكيف يستوي المخلوق والعبد اللي ما له ملك ولا قدرة ولا استطاعة مع الرب المالك لكل شيء؟ والله لذلك حمد نفسه ويحب الثناء والحمد. هذا معنى ضرب الله مثل عبدا مملوكا والثاني ومن رزقناه منا رزقا حسنا. وهذا يدل على جمال القرآن في حوار أهل الشبهات للرد عليهم. وهذا يعني يرد ويدل فيه على الملاحدة الذين ينكرون وجود الله عز وجل وله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد. فضل نعم. وضرب الله وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. هذا المثال الثاني أيضا ليتضح به المقال. هذا أحدهما الأول طبعا خلاص مملوكا، والثاني أحدهم أبكم ما يقدر على شيء هو كل على مولاه. يعني ما معنى كل على مولاه؟ يعني هم على مولاه في خدمته، لأنه ما يقدر أنه يخدم إيش نفسه، ناقص من كل وجه. والثاني أيها الكرام الفضلاء يأمر بالعدل وهو على صراط المستقيم. هل يستويان؟ طبعا لا يستويان. نعم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. طيب احنا قلنا قاعدة في كلمة الساعة. أولا الساعة دي ذكرت في القرآن كم مرة؟ يا مشايخ كم مرة ذكرت الساعة في القرآن؟ كل الكلام ده ذكرناه، كل الكلام في سورة النازعات ذكرناه أول ما قريناها 35 مرة. طيب قلنا قاعدة. طيب وساعة بالنكرة، وساعة بالنكرة كم مرة؟ 8 مرات. 8 مرات. طيب وقلنا قاعدة إذا كانت الساعة بالمعرفة إيش معناها؟ القيامة. قولا واحدا. وإذا كانت نكرة فمعناها برهة من الزمن طالت أو قصرت. أكمل. والله أخرجكم. والله أخرجكم من لا 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 ضم الشفتين على طول. هذا التقاء الساكنين ومخرج الميمين الشفتان. والله أخرجكم من فضل. أحسن الله إليكم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه يسموها ريسبتور فاكتورز، وسائل التلقي والاستدلال. هذه اسمها وسائل التلقي ريسبتور فاكتورز، وذكرها الله لعظيم شرفها. وقيل سبحان الله طبيا، هذا في علم الاناتومي يعرفوه الاطباء، انها بهذا الترتيب تخلق. الاول يخلق السمع، بعدين البصر، بعدين ايش الفؤاد. نعم. والعلم عند الله ولا يهمنا ذلك كثيرا، لكن الله ذكرها لان هذه ريسبتورز فاكتورز اللي هي وسائل وعوامل التلقي ذكرت لشرفها وفضلها، وهي مفتاح كل علم
لمن رزقه الله سمعا وبصرا وفؤادا راشدا. والعقل في الفؤاد ولا فين العقل؟ فين العقل؟ في الدماغ ولا في الفؤاد؟ القلب الفؤاد. أي نعم، العقل في الفؤاد وله ارتباط بالدماغ. نعم نعم، أحسنت، أكمل فضيلتك. نعم، ألم يرى ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. نعم، طبعا عندنا احنا أولم يروا إلى الطير، أولم يروا إلى الطير فوقهم صفات، وهنا ألم يروا إلى الطير. والقاعدة تقول زيادة المبنى تدل على زيادة في المعنى، فماذا ترون في هاتين الآيتين؟ أولم يروا إلى الطير وألم يروا إلى الطير. يا شباب طيب أنا أقول لكم، أولم يروا إلى الطير ما ذكرت في القرآن إلا مرة واحدة، فين فين يا مشايخ؟ سورة الملك يا شيخ. الله أكبر. نعم، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض. طيب البقية كلها ألم يروا إلى الطير، ألم يروا إلى الطير. طيب ذكرت كم مرة ألم يروا إلى الطير؟ مرة واحدة أيضا اللي عندنا الآن الآية اللي احنا فيها الآن. قالوا والعهدة على من قال، وهذا من التدبر. قالوا الأولى أعني التي في سورة الملك إنما هي تخص ماذا؟ تخص الطير الذي خلقه الله تبارك وتعالى. وقالوا الثانية ألم يروا إلى الطير يدخل فيها ما خلقه الله وما وفق الله فيه البشر لصناعته كالطائرات والهاد الدرونز وكل شيء، يعني يطير فين؟ بين السماء والأرض، كله يمسكه الله تبارك وتعالى. نعم، والعهدة على من تدبر في ذلك، لكن أحببت أن يعني أقول لكم هذه المعلومة. نعم تفضل. نعم أبا سعيد. أيوة عمي بنايف، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل ضم يا أبا سعيد، ضم الباء هنا، نحن نقرأ بضم الباء، غيره الكسائي والبصري وغيرهما يقرأ بكسر بيو، لا احنا نقول بو بضم الشفتين. والله جعل لكم من بو. نعم طب. أحسن الله إليك. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم التقاء الساكنين وجعل لكم
هذه كلها نعم يا أحبابي، هذه كلها نعم. ربنا عز وجل سبحان الله يقول من بيوتكم سكنا، اللي هي هذه الدور والقصور سبحان الله التي تجننا وتكننا من الحر والبرد وتسترنا، وأيضا من جلود الأنعام جعل لنا بيوت سبحان الله تستخفونها، يعني خفيفة الحمل اللي يسمى بيوت الشعر، هذا الخيم هذه. يوم ضعنكم يعني يوم سفركم، نشيلها في الرحلات والكشتات. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا سبحان الله، الله أكبر على النعم هذه. منها آنية وفرش وألبسة، أغلى أنواع الألبسة هذه اللي من الأصواف هذه الأنعام، ومتاعا إلى حين، يعني تتمتعون به في الدنيا إلى حين ثم تريدون إلى الله عز وجل. فضل. وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم البر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. طيب، وجعل لكم من الجبال أكنانا، إيش المقصود؟ إيش المقصود بكلمة أكنانا؟ من الجبال أكنانا، مواضع تسكنون، المغارات اللي هي المغارات هذه والكهوف اللي تكون في الجبال، تكننا من الحر ما في صوت يا بس سعيد، من عندك الصوت ضاع، راح من عندك شوي. طيب، فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. لا 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 لا، عيد عيد. فإن تولوا، فإن تولوا فإنما، فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين لا لا لا. انتبه، النون الساكنة والتنوين، الله يرضى عليك. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم، وهكذا عندنا، انتبه الله، تفضل. أحسن الله إليك. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. يعني لا يستعتبون، يعني لا يعتذرون، ما يقبل منهم العذر هنا، خلاص انتهى الوقت، انتهى وقت الاستعتاب والاعتذار. نعم، أحسن الله عليك. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء، قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. هذه الآية بالضبط، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، نفس المعنى. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم يوم القيامة وعلموا بما كانوا عليه من الباطل، قالوا معتذرين، يعني يا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو من دونك، يعني طلعوا ما فيهم نفع ولا شيء. فنحن الآن أيقنا بذلك، ردوا عليهم الشركاء، فألقوا إليهم القول، يعني ردوا عليهم الشركاء قولهم، ثم قال لهم إنكم لكاذبون لما جعلتمونا شركاء لله
وعبدتمونا من دون الله ونحن لم نأمركم بذلك. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى أيضا وإني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. فوالله إن حسرة وندامة وألقوا إلى الله يومئذ السلام استسلموا وخضعوا لحكم الله وعلموا أنهم مستحقون للعذاب والنكال. فضل وألقوا إلى الله يومئذ السلام يعني السلام يعني الاستسلام. نعم. وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. أسحبك عاصمك يا مستعيد. طيب شيخنا ما شاء الله تبارك باشمهندس فهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ماذا نستخرج من هذه الآية؟ إيش الفوائد الأصولية التي تستخرج من هذه الآية؟ كن الرسول عليه الصلاة والسلام شهيدا على جميع الأمم. ممتاز. وشيء آخر أيضا له علاقة بأصول الفقه. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، كل أصول الدين وفروعه وما يصلح للدين والدنيا في أحكام الدين والدنيا والدارج والدار الآخرة. فلا يقول أحد إن هذا الدين لا يصلح للزمان والمكان، نقول بلى يصلح لكل زمان ومكان، إنما التي يفسد هو عقول الناس وهم نعم. طيب هذه الآية تشابه آية في سورة ماذا؟ سورة مش المائدة، سورة النساء. لما بكى عندها الرسول عليه الصلاة والسلام فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بشهيد. أيوة أحسنتم. أكمل تفضل أكمل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. هذه الآية تدخل في أي باب من أبواب الفقه؟ هذه الآية الأمر بالمعروف أنها عن المنكر. لا، تدخل في باب الأيمان والنذور. وأوفوا بعهد الله ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، يعني الإنسان في المبايعات لما يعقد بسم الله ويتعاقدان وقد جعلتم الله عليكم كفيلا أيها المتعاقدون، فلا يحل لكم أن تنقضوا هذا اليمين وأن تخرج منه ظلما وأشرا وبطرا. فهذه الآية تدخل في باب الأيمان والنذور. ولا مانع من أول أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ومن عهد الله طبعا أمر معروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك، لا حرج إن شاء الله في هذا. لكن الأظهر في مسألة الأيمان
والنذور وهي اليمين المنعقدة، اليمين المنعقدة وأحكامها، وهذا موجود في كتب الفقه في الفروع كما في العمدة وكما في المغني وكما في المجموع والدور المختار إلى غير ذلك من كتب الفروع. نعم. ولا تكونوا كالتي أحسنتم. نعم. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به. إنما يبلوكم الله به. أعد وركز فيما هو مكتوب. إنما يبلوكم أيوة أحسن. واو مادية وليست واو لينة. واو مادية وليست واو لينة. أحسن. نعم. إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. هذه المرأة يا إخواني اسمها ريطة بنت عمرو ابن سعد ابن كعب ابن زيد. هذه المرأة وتلقب بجعر بكسر الجيم وسكون المهملة العين. كانت فيها وسوسة واتخذت مغزلا بقدر ذراع وصنارة مثل الأصبع بالصاد وليس وصنارة وفلكة عظيمة على قدرها اللي الفلكة خشبة يعني. وكانت تغزل الغزل من الصوف والشعر والوبر وتأمر جواريها بذلك، فكنا يغزلن من الفجر إلى نصف النهار، فإذا انتصف النهار أمرتهن بنقض جميع ما غزل، وكان هذا دأبها. الله المستعان. طول النهار شغالة وبعد ما ينتهي الغزل تمام تقول يلا انقضوا مرة أخرى. ونقل ذلك البغوي في معالم التنزيل، فضرب الله مثلا لنقض العهد بهذه المرأة. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة، من بعد ما أحكمته وضبطته أنكاثا يعني أنقاضا، مفردها نكس بفتح النون الموحدة، وهو ما ينقض بعد الفتل والغزل. تتخذون أيمانكم دخلا بينكم يعني خديعة وخيانة، خديعة وخيانة يسمى الدخل والدغل، يعني يظهر لك الوفاء ويبطن لك الخيانة. نسأل الله العافية والسلامة أن تكون يعني لأن تكون أمة هي أربى من أمة يعني أكثر وأعلى من أمة. ولذلك كانوا يقول مجاهد يحالفون الحلفاء، فإذا وجدوا قوما أكثر منهم وأعز نقضوا الحلف مع هؤلاء وتحالفوا مع الأكثرين، فطلبوا العزة بنقض العهد. أن تكون أمة هي أربع يعني أفضل من وأكثر من أمة، فربنا قال إنما يبلوكم الله به يختبركم بذلك وليبينن لكم يوم القيامة كنتم فيه تختلفون في هذه الدنيا. وهذه الآية من فوائدها هو يا أيها الذين آمنوا أوفوا الوفاء من شيم أهل الإسلام، الوفاء من شيم أهل الإسلام. ويدخل في ذلك ما يفعله الناس اليوم، يشارك معك في شراكة ولما يلقى شريك أفضل منك ينقض معك ويذهب إليه، صح ولا مو صح؟ أو أن تأتي الآن تشتري دارا وبعد أن تتفق مع البائع أو المالك يأتي إنسان آخر يعطيه مبلغ أكبر فيتركك ويذهب إليه. وكل هذا نهى عنه الشارع الكريم ونهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لا يبيع أحدكم فوق بيعة أخيه ولا يخطب فوق خطبة أخيه، لأن هذا الدين يدل على السلم المجتمعي
يدل على السلم المجتمع، ونزل بحفظ الضرورات الخمس التي جمعت في كلمة معدن، الميم من المال، والعين من العقل والعرض، والدال من الدين، والنون من النفس. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فضل، ولا تشتروا. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. تفضلوا شيخنا. أقرأنا؟ يا سيدي تفضل. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. جزاكم الله خيرا. وإياك. أحسن الله إليكم شيخنا، حفظك الله وبارك فيك. وإياك حبيبي. وإياك حبيبي أبو السعود. بارك الله فيك يا شيخنا. حياك الله. جزاك الله خير يا اخي، رحم الله والديك. وياكم وياكم. ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه عجمي، هذا لسان عربي مبين. ولذلك سبحان الله هذه الفرية من أيام قريش إلى يوم الناس هذا يخرج من يخرج ويقول لك إن هذا وفعلها طه حسين عليه من الله ما يستحق لما قال هذا القرآن انتحل من الشعر الجاهلي وعليه من الله ما يستحق على هذا على هذا على هذا الكذب. فربنا تبارك وتعالى وضح هذه الفرة ويخبر عن المشركين المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام ومن نحى نحوهم في هذا الزمان أنهم يقولون ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لكن ربنا قال لهم لسان الذي يلحدون يميلون إليه ويتكلم أعجمي وهذا لسان عربي مبين. نعم يقصدون شيخنا
هذا اللي كان في الطائف ولا مين؟ هذا لما تكلم في هؤلاء كما نقل ابن جرير رحمه الله أنه يقول هو رجل أعجمي يعلم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكانوا يسمونه بلعام، وكان قينا بمكة نصرانيا، وكان قينا بمكة إيش نصراني يسمونه بلعام. يقولون هذا هو الذي كان يعلم النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأيضا قالوا كما نقل ذلك عكرمة، قالوا عبارة عن غلام أعجمي لبني المغيرة، كان غلاما أعجميا لبني المغيرة، فقالوا هو الذي علم. ومنهم من قال بحير الراهب كما مر معنا في سير إعلام إيش النبلاء. ومنهم من قال كان النبي يجلس عند المروة إلى غلام نصراني يقال له جبر عبد لبني بياضة الحضرمي، إلى غير ذلك مثل هذه الأقوال الكاذبة كلها من أولها إلى آخرها. فربنا قال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، طب هذا أعجمي وهذا القرآن من لسان عربي إيش بلسان عربي مبين. وهنا تحضرني قصة ذكرتها لكم ولكن يعني تدل المناسبة عليها، أن أعجميا نزل بقوم عرب فقال إني أفصح منكم في اللغة العربية وأفهم منكم باللغة العربية وأتحداكم، قالوا لا 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 ما تتحدانا، لكن اذهب إلى هذا البيت واطرق الباب وانظر ما تقول لك الجارية. قال فذهب وطرق الباب، فقالت الجارية من؟ قال أين أبوك؟ قالت فاء أبي إلى الفيء فإن فاء الفيء فاء. قال نعم. قال فاء أبي إلى الفيء فإن فاء الفيء فاء. قال ما تقول؟ قالت فاء أبي إلى الفيء فإن فاء الفيء فاء. ثم قالت الأم من الداخل لما أطالت تأخرت عليها الجارية، قالت يا بني من بالباب؟ قالت أعجمي يا أمه أعجمي. فرجع إليهم وقالوا وقص عليهم القصة فأخذوا يضحكون عليه فاء أبي إلى الفيء يعني خرج أبي إلى الصحراء، فإن فاء الفيء فإن ذهب الظل فاء يعني فإن أتى الفيء والظل فاء يعني رجع إلينا، فإن فاءت إحداهما كما قال ربنا تبارك وتعالى وقال حتى تفيء إلى أمر حتى ترجع إلى أمر إيش إلى أمر الله. فهذا هو يعني نعم تفضل. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله لهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. إذن كل من يكذب على الدين هو هذا إنسان يعني قليل الإيمان ما عنده إيمان، فلذلك لما ذهب منه الإيمان كماله أو أصله أخذ يكذب، لكن لو كان فيه إيمان لا يكذب، لأن المؤمن لا يكذب. نعم نعم. أخ فارس تفضل. أحسنت مولانا. فارس تسمعني؟ أخ مشعل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. من هو الصحابي الذي نزلت فيه هذه الآية العظيمة؟ عمار بن ياسر. يا سلام، عمار بن ياسر هذه العيلة المباركة وأبو سمية وأبو ياسر رضي الله عنهم أجمعين. صبرا على ياسر، إن موعدكم الجنة. لما أكرهوه على أن يسب النبي ويخلوه ففعل ما فعل، ثم رجع فقال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان. فنزلت فيه ولذلك هذا يدخل في حكم الإكراه، وحكم الإكراه من الأحكام الشرعية التي تدخل في
أبواب عظيمة جدا لا تحصر من أبواب الفقه، وأنواعه كثيرة. يعني منهم من يسميه سبحان الله، يعني هم يقسمون إلى نوعين رئيسين: الإكراه الملجئ، يعني الإكراه التام الذي يقع على نفس الإنسان المكره ولا يبقى معه قدرة ولا اختيار، كما في قصة عمار. يعني يقولوا له مثلا نقتلك، نقطع عضو من أعضائك، أو يضربونه ضربا يفضي إلى الهلاك، فمتى غلب على ظنه أن ما هدد به سيقع عليه جاز له القيام بما يريدونه فيه، كما نقل ذلك الكاساني في بدائع الفوائد وابن عبدين في حاشيته. النوع الثاني الإكراه غير الملجئ، يعني الإكراه الناقص، الإكراه غير الناقص، يعني التخويف بالضرب أو القيد أو الحبس إلى غير ذلك من مثل هذه الأشياء، أو يقولوا حنحبس أبوك، نحبس أمك، نحبس زوجتك إلى غير ذلك من مثل هذه الأشياء، إلى مثل هذه الأمور. قال ابن قدامة: وإن توعد بتعذيب ولده فقد قيل له ليس بإكراه، لأن الضرر لاحق بغيره، والأولى أن يكون إكراها لأن ذلك عنده أعظم من أخذ ماله والوعيد فيه، إلى غير ذلك من مثل هذه الأمور التي يرجع فيها لكتب الفروع من كتب الفقه. نعم أحسن الله إليك. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. ولذلك كل إنسان قدم الدنيا على الآخرة يضل سعيه، كل إنسان قدم الدنيا على الآخرة يضل سعيه، ولذلك الإنسان عليه أن يقدم الآخرة، والآخرة خير وأبقى، بل تؤثرون حتى الدنيا والآخرة خير وأبقى هي الباقية. نعم تفضل حسن. تفضل. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. أيوة، أرأيتم هذه الريسبتور فاكتورز، وسائل الاستقبال، لما لم تستخدم الاستخدام الذي خلقها الله من أجله طبع الله عز وجل إيش عز وجل عليها، نسأل الله السلامة والعافية. طيب أنا أريدكم تتدبروا شيئا، مر معنا في الآية السمع والبصر والفؤاد مقدم، هنا قدم القلب ثم السمع ثم البصر، ليه؟ الآية الأولى كان استقبال يا شيخ، اسأله، والآية الثانية هذه ختم، فختم القلب ثم السمع ثم البصر. ممتاز. هذا لا أقول، لكن ليش 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 لماذا شيخنا أحسن الله إليك، إذا ختم على القلب خلاص. أحسنتم يا سلام. إن الفتن تعرض على فين تعرض الفتن الأول؟ الحديث أيوة، تعرض الفتن على القلب عودا عودا كعرض الحصير، فما من قلب أشرب إلى نكت فيه نكتة سوداء، وما من قلب لفظاء إلى نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصبح القلوب على قلبين، أسود مربادا مدخن لا يمكن منكر ولا يعرف أنه أشرب من هواء، والآخر أبيض كالصفة لا تضره فتنة. هذا هو المقصود. إذا الآن الفتنة جات عند القلب وأشربت في القلب، خلاص لا عاد في سمع ولا بصر ينفع أبدا، تصبح الأبصار عليها غشاوة، والسمع فيه الوقر، وهذه هي من آثار الغفلة، نعوذ بالله منها. نعم. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. طيب نفخم الراء في الآخرة، راء. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ما معنى لا جرم؟ كلمة واحدة فقط أريدها، حقا صدقا تأكيدا. أيوة نعم الله يرضى عليكم. لا جرم يعني حقا صدقا تأكيدا سيرتلي أن أبسليوتري أنهم في الآخرة هم إيش؟ هم الخاسرون. تفضل. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا
ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. الله أكبر. رافع تفضل. يوم تأتي كل نفس تجيب. رافع هل تسمعني؟ تفضل. سامع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وهذه القرية هي مكة. والآية الأصل فيها عموم اللفظ لا خصوص السبب، وأن المعاصي تزيل النعم. أحباب الكرام، نسأل الله أن يجينا وياكم. تفضل. نعم. بس حسبك يا أخ رافع، خمسة أصدق كل واحد، جزاك الله خير. أخ حافظ السدادي. أخ حافظ الشيطان الرجيم. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقناكم الله حلالا. أعد. فكلوا مما رزقكم الله. فكلوا مما فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. الآية هذه فيها قاعدة أصولية، من يأتينا بها حتى يقول لك أصول الفقه أنت اخترعتها؟ نقول لا، موجودة. نعم. إنما نريد إجابة السؤال، هذه الآية فيها قاعدة أصولية، ما هي؟ الأكل الحلال. الأصل في الأشياء. أيوة نعم. والأصل في الأشياء والأصل في الأشياء الإباحة حتى تدل على التحريم. وضحت؟ الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم. نعم أحسنتم. نعم. إنما حرم عليكم، أرأيتم الآية بعدها؟ إنما حرم عليكم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. يعني ما ذبح لغير الله حتى ولو كان في عيد ليس من أعياد المسلمين مثل المولد وغيره وكذا، أو عند قبر أو عند ضريح أو عند صنم. نعم. فمن اضطر غير باغ ولا عاد. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. طيب، نريد قاعدة أصولية هنا في هذه الآية. الضرورة تبيح المحظور. الضرورة. أيوة، والضرورة تقدر بقدرها، ولا إجابة في اضطرار. نعم، ولا إجابة في اضطرار. نعم. وإذا ضاق الأمر اتسع، والمشقة تجلب التيسير إلى غير ذلك من القواعد الأصولية. تفضل. نعم. ولا تقولوا لما تفضل.
تفضل ابو مصعب. مصعب. ولا تقولوا لما كذب هذا حلال و لا لا انا ما اسمع شيئا يا احبابي، لا اسمع شيئا، لو يغير المكان انا لا لا الان ابو مصعب يا ابا مصعب يفلحون. لا والله انا ما سمعت شيئا، انا ما سمعت شيئا، لو نعيد الله يرضى عليه كلنا ان شاء الله ما سمعنا. طيب ممتاز. ولا تقولوا، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم، لا 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 واو مادية، ولا تقولوا لما لو لما لو لما، ولا تقولوا لما، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم، لا 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 عندك واو، لا لا ليش انت بتختلس، لا ولا واو جماعة كمان، ولا تقولوا لما، ولا تقولوا لما، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب متاع نون التنوين بعد اقاب متاع قليل ولهم عذاب أليم متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون تاني ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أحسنت. أبا سعيد معك ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من لا بجهالة التنوين بعد الثاء المثلثة إخفاء حقيقي ثم تفضل ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. حسنك باشمهندس فهد. هذه 10 صفات لسيدنا إبراهيم، أمة إمام في الخير قانتا طويل العبادة حنيفا يعني موحدا لم يكن من المشركين شاكرا اختاره الله اجتباه هداه آتاه في الدنيا حسنة من الذكر الحسن وفي الآخرة من الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع منة إبراهيم حنيفا 10 صفات لإبراهيم. نعم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه
وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يعني جعل الله السبت فرضا على الذين اختلفوا فيه، يعني ضلوا عن يوم الجمعة. الله أكبر، الله أكبر. هدانا الله إليه وأضلهم عنه، فاليهود لنا تبع والنصارى بعده. فهذا الاختلاف من فوائد هذه الآية أن الخلاف شر لما اختلفوا فيه، فهذا الاختلاف كان سببا لأن الله عز وجل يوجب عليهم في يوم السبت أن يجلسوا، ولا أنهم يقعدون ويسوون ويبقون كما هو فيه، وأن يصبح اليوم المعظم هو يوم الجمعة. فيه خلق آدم ودخل الجنة وأهبط منها وتيب عليه إلى غير ذلك سبحان الله، لأنهم كانوا والعياذ بالله من خلافهم، وهم أهل خلاف وبهت عن اليهود، أن الله أضلهم عن هذا اليوم وهو يوم الجمعة. نعم. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال شيخ الإسلام والناس ثلاثة أصناف لا رابع لهم. منهم من يحتاج إلى حكمة، ومنهم من يحتاج إلى موعظة حسنة، ومنهم ما يحتاج إلى جدال. فإذا كنت مع النوع الأول فلا حرج، الثاني الموعظة تكون حسنة، هناك موعظة سيئة. وإذا كنت من النوع الثالث فتكون الجدال ليس بالحسنة، لا بالتي هي أحسن. يعني لو أنه سبك في الجدال والمناظرة فلا تسبه. وهكذا أنماط الناس، هذه الأنماط الثلاثة لا رابعة لها. منهم من ينقاد بالحكمة، ومنهم من ينقاد بالموعظة، ومنهم من يحتاج معه إلى جدال، فكن معه بالتي هي أحسن. إن ربك تفضل. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. ثالثا هو أعلم بمن ضل، ما في مد في اللام، بمن ضل عن سبيله. إن ربك هو أعلم بمن ضل، عفوا ماشي. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقب. حسبك يا أخ خالد. لك الله. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أحسنت، جزاك الله خير. وبذلك الحمد لله الذي يسر لنا تمام هذه السورة في هذا المجلس المبارك. وكما استفتحت السورة أيها الكرام الفضلاء بالكلام عن الدار الآخرة، وبالكلام على توحيد الله وربوبيته تبارك وتعالى، فختمت هذه السورة
للصبر على هذا التوحيد حتى نستعين بذلك على يوم القيامة واصبر وما صبرك إلا بالله. الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على أقدار الله، فلا يكون الصبر إلا بالله، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهادهم، فهو الذي يعين ويثبت. دائما الإنسان يسأل الله عز وجل العون، اللهم أعني على ذكرك يا معاذ، إني أحبك فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأيضا في طريقك إلى الدار الآخرة ستجد أناس قد ضلوا الطريق، لا تحزن عليهم، إنك دعوت وقمت بالواجب اللي عليك فلا تحزن عليهم، ولا تك في ضيق وحرج وشدة مما يمكرون، فإن مكرهم راجع إليهم. واعلم الله عز وجل مع المتقين المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فما أجمل ختام هذه السورة مع بدايتها، لتعلم أن الطريق إلى الدار الآخرة والاستعانة على يوم القيامة يكون بالتقوى والإحسان التي هي أعلى مراتب الدين، كما جاء في حديث عمر الصحيح، ويسأل جبريل يسأل والنبي يجيب، ولما سأل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وشكر نعمتك وحسن عبادتك، وقلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. ربنا آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أنزل علينا من بحر جودك البركات، وكفر عنا جميع السيئات، وفقنا لقول لا إله إلا الله عند الموت، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، ونجنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم أسألناك فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا فلا تحرمنا، ولا تجعل ذنوبنا سببا في رد دعوتنا وابتلائنا، واجعل عافيتك أوسع لنا. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وأصحاب الحقوق علينا، من كان منهم حيا أطل عمره على الطاعة، من كان منهم ميتا فاجعل مثواه جناتك جنات النعيم. اللهم بارك لنا في هذا المجلس يا رب العالمين، واجعله مجلسا مباركا على من قرأ فيه ومن تلا ومن في البيوت سمع، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اجعلنا من الذين يقرؤون القرآن فيرقون، ولا تجعلنا من الذين يقرؤونه فيشقون، وأعنا على إقامة حدوده وحروفه، ونعوذ بك أن نكون من الذين يقيمون حروفه ويضيعون حدوده. اللهم ربنا اغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها، أولها وآخرها، وألن لنا العلم ويسره لنا كما ألنت الحديد لداود. يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، علمنا كما علمت آدم، فهمنا كما فهمت سليمان، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. تم الكلام، ربنا المحمود وله المكارم والعلا والجود، ثم الصلاة على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ما لاح قمري وأورق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا، الله عليه وسلم، بارك الله فيكم خيرا شيخنا، وكفى الله أجركم علما ونورنا يا شيخنا الحبيب، جعل الله في موازين حسناتكم يا شيخنا. آمين آمين أحبابا، إياكم الله جميعا أحبابي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.